هاني عبد الرحمن مدير مكتب مصر اليوم ورئيس تحرير قناة السويس الجديدة. احنا دلوقتي على ظهر سفينة حاويات فرنسية العملاقة، وهي اكبر سفينة حاويات فرنسية اسمها فاسكو دي جاما. هي زي ما حضراتكم شايفين كده على متنها 18,000 حاوية، حوالي 180,000 طن، جاية من السويس متجهة الى بورسعيد، هتعبر بعد دقائق في قناة السويس الجديدة، هتسدد رسوم حوالي مليون دولار. في الحقيقة يعني ده رد عملي على بعض الناس اللي بتشكك في هذا المشروع العملاق قناة السويس الجديدة. النهاردة أبطال، أنا بسميهم أبطال هيئة قناة السويس، المرشدين العاملين النهاردة الجميع بيتولى عملية إدارة هذه المنظومة العملاقة. في الحقيقة بنقول للمصريين ألف ألف مبروك، ودائما وابدا بنقول الكلمه السحريه الرائعه تحيا مصر. المصريين عملوا المستحيل، حققوا الحلم هنا في قناه السويس الجديده.